بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحييكم وأرحب بكم مع الإسلام ببساطة. عندي أهداف كبيرة الحقيقة من وراء هذا البرنامج، أريد أن شرح الإسلام سواء للطلبة والشباب وللمسلمين نفسهم، والأهم من هذا بالنسبة لي شرح الإسلام لغير المسلمين، ما يكون بالطريقة اللي قاعد يتم بها الشرح المجتزأ. يعني أنا كثير من الناس شفتهم لما يشرح الإسلام يقول لك الإسلام هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وشهادتين والصوت، هذا هو الإسلام؟ لا يا سادتي الكرام، الإسلام له أهداف من وراء كل هذا. حتى لما نتكلم عن الملائكة له أهداف كبيرة من وراء هذه المسألة، ما يصير نتكلم عن المسائل دون أن نتحدث عن أهدافها. هذا مثل اللي يسوي برنامج تلفزيوني ما يدري ما هي أهدافه، ولا يألف كتاب ما يعرف ما هو أهدافه، بس يريد أن يتكلم وبس يكتب وبس، ما يصير نكتب وبس نتكلم وبس. فلما نرجع مرة ثانية الإسلام ببساطة هدفه أن نفهم الصورة الشاملة. والصورة الشاملة تعرفوا عندنا قانون في علم التدريب يقول عندما نفهم الصورة الشاملة سنفهم كل جزء بالتفصيل أكثر، سنفهم الأجزاء أكثر. يعني بعض الناس يظن ان احنا لما ناخذ الاجزاء الناس تفهم اكثر، لا، ثابت علميا انه شرح الصورة الشاملة اولا هو اللي يجعل الناس تفهم كل جزء اكثر من غيره. فذكرت لكم ان البرنامج سيدور حول ثلاث قضايا: الاسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تحت الاسلام نتكلم عن الايمان والاخلاق والشريعة. كثير من الناس لما اسألهم ما هي اهداف الاسلام يقول لي مقاصد الشريعة هي كذا وكذا، وعلى فكرة حتى لما يذكروا مقاصد الشريعة ما يقولوا كل مقاصد الشريعة، حتى هذا ما يقولوا، وإنما يقولوا الضرورات. وإحنا تكلمنا حتى الآن عن الضرورات، الضرورات هي ليست كل الشريعة، الضرورات هي جزء من الشريعة. فمقاصد الشريعة هي ليس فقط حفظ الضرورات، إيش رأيكم؟ في شيء أوسع وأكبر، حتى الشريعة نفسها. طيب ما هي الأمور الأخرى غير الضرورات؟ ها جاءت مسألتين أخريتين. المسألة الثانية بالإضافة لحفظ الضرورات هي تلبية الحاجات، تلبية الحاجات أو الحاجيات بعض العلماء يسميها. إيش يعني الحاجات؟ شوفوا، الضرورة هي الأمور التي ما يستطيع الإنسان يعيش بدونها، ضرورة. طب الحاجة، تعريف الحاجة هي الأمور التي يستطيع الإنسان أن يعيش بدونها لكن تصبح الحياة فيها مشقة، الحياة فيها مشقة، مشقة شديدة تصبح الحياة. إذن ما هو احنا الآن قاعد نتكلم عن مقاصد الإسلام. واحدة من مقاصد الإسلام هي مقاصد الشريعة. ما هي مقاصد الشريعة؟ جزء من مقاصد الشريعة حفظ الضرورات. طيب جزء آخر هو تلبية الحاجيات. طيب ماذا نقصد؟ أعطيك إياها بالشعبي كذا، رفع المشقة. الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع المشقة، ما يريد الناس يعيشوا بمشقة. نقدر نعيش بس حنكون مشقة. خلينا أخذ مثال مبسط. في بداية التاريخ قبل أن الناس تستعمل النقود كانوا يستعملوا كما تعرفون نظام اللي هو المقايضة، اللي محتاج خروف يجيب 20 دجاجة، واللي محتاج باب يجيب له خروف، ولا اعطيني اعطيك. طيب تخيلوا لو احنا اليوم ما زلنا نعيش بنظام المقايضة، هل ممكن نعيش اصلا؟ طبعا ممكن نعيش لكن بمشقة شديدة. ايش هذا النظام؟ فجاء نظام النقود الذي اخترعه البشر. هذا النظام نظام بديع وأقره الإسلام، بس الإسلام ما أقره، بس الإسلام أقره وفصل فيه ونظم تنظيم شديد. فجاء قضية أن النقود مرجعيتها الذهب والفضة، والذهب لازم له تعامل، والفضة هذه الذهب والفضة اللي هي مرجعية النقود ما يصير تتحول إلى سلعة إلا إذا كانت مصاغة جوهرات وكذا، ما في مانع، بس هي سلعة. في هذه الحالة لازم تكون يدا بيد،
ما يصير الربا والتعامل ليش؟ لأن الاقتصاد ينهار، ينهار الاقتصاد بالربا، وينهار التعامل بالنقود، والنقود إذا ما صارت مرجعيتها الذهب والفضة، إذا لم تعد هذه مرجعيتها ينهار الاقتصاد. والمحافظة على الاقتصاد من مقاصد الشريعة، لأنها بدونها الحياة تصبح فيها مشقة شديدة. فإذا رفع المشقة حتى لو ما كانت ضرورة هدف من أهداف الشريعة، وذلك جاءت أهداف يعني أحكام شرعية كثيرة لرفع المشقة لتلبية الحاجات، والله سبحانه وتعالى أكد عليها في القرآن الكريم نفسه غير التأكيدات التي في السنة. في القرآن الكريم: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليوم في عندنا بعض العلماء تفننوا في العسر تفننوا في العسر، يعني إلى درجة أنا أضع يعني بعض الشباب اللي خريجين جامعات محترمة شرعية تلقى يدخل في حكم شرعي صغير لم يتكلم عنه أحد ويروح يحرمه يا أخي إيش دخلك هالدخلة هذه؟ ليش قاعد تحرم شيء مسكوت عنه؟ يا أخي اسكت عنه، ما يسعك تسكت عنه. بعض الناس يروح يتفلسف هذه المسألة تجوز، الله يرضى عليكم. يريد الله بكم اليسر، هذا من أهداف الشريعة. شوفوا، لما قصرت الصلاة، قصرت الصلاة بسبب السفر، السفر في ذلك الوقت كان في مشقة شديدة، مشقة شديدة. اليوم السفر ما في مشقة، أنا أطلع من الكويت أروح إلى أي بلد 4-5 ساعات ما أحس أني عندي أي مشقة. هل يجوز لي أقصر؟ طبعا يجوز لي أقصر، ولا في خلاف أصلا. طيب ليش مع أنه ما في مشقة؟ هو الأصل كان، الأصل كان لرفع المشقة، وجاء بناء عليها حكم شرعي، جاء حكم شرعي وهو رفع المشقة، رخصة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأحكام التي رخصت بسبب أمر معين مثل الحرب، رخصت بهذا السبب. فقالوا الآن ما في حرب، هل يستمر الحكم؟ قال نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم. قالوا يعني يسألوا لماذا يا رسول الله؟ قال اقبلوا رخصة الله، الله سهل عليكم، ليش انتم تبي تعقدوها؟ اقبلوا رخصة الله، الله يريد بكم اليسر، الله ما يريد يعقدها عليكم. فهذا مبدأ أصيل من مبادئ الشريعة، إلى درجة أن العلماء تكلموا عن قضايا، حديث موجود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة 7 و8، حديث في صحيح مسلم 7 و8، 7 أيام 8 ليالي بلا سفر ولا مطر ولا خوف، ما في لا سفر ولا مطر ولا خوف. قالوا، يروي الحديث ابن عباس، قالوا يا ابن عباس انت شفت هذا؟ قال نعم. قالوا ماذا اراد؟ ليش فعل هذا؟ قال يريد ان يرفع المشقة عن امته. يعني اليوم في بعض البلاد خاصة المدن الكبيرة اللي الواحد من مكان لمكان ياخذ احيانا 3 ساعات بسبب الازدحام الشديد، طيب هذا لو جمع الصلاة يجوز لهذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع، بس لها شروط، لها شروط نرفع المشقة بس ما نلعب. فمن شروطها أولا أن ما تصير عادة يسويها كل يوم، تجمع الصلاة أحيانا كل يوم كل يوم. في بعض الناس حولت الصلاة من 5 إلى صاروا 3 صلوات في اليوم، هي 5 كيف صارت 3؟ وشرط آخر، إذن ما يجوز يصير عادة. وشرط آخر أيضا رفع المشقة ما نلعب فيه، نرفع المشقة حتى نرفع المشقة، مو نرفع المشقة عشان نلعب. شرط آخر أن تجمع، اجمع، لكن اجمع الظهر والعصر، واجمع المغرب والعشاء، بس ما يصير تجمع العصر ومن المغرب، ما يصير. يعني إذا أنت طالع وتتوقع أن الطريق اجمع قبل ما تطلع جمع تقديم وصلي الظهر والعصر، أو إذا توقف صلي الظهر والعصر، بس ما تأخر صلاة الظهر والعصر وتجمعها مع المغرب هذا لعب، دخلنا في اللعب في المشقة. فإذا نرجع، الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع عنا المشقة، هذا هدف من أهداف الشريعة الكبيرة، رفع المشقة، تلبية الحاجات. الجزء الأخير من أهداف الشريعة هي التحسينات، التحسينات الحسن الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. فمن أهداف الشريعة الجمال، هذا هدف تركه المسلمون،
الجمال، والجمال هذا يتشكل في جمال فرد وجمال مجتمع، وجمال الفرد هذا يتشكل بالمحافظة على قواعد النظافة اللي تسمى في أحكام الفقه سنن الفطرة، تقليم الأظافر وإزالة الشعر بأماكن معينة والاغتسال سنن، الله سبحانه يحب هذا. هذا الجمال الفردي وجمال الرائحة وجمال الملابس كلها من أهداف الشريعة، والجمال في الطبيعة والجمال في الفن هذا اليوم في هدف اسمه الجمال، هدف ترك كل الهدف ترك، كيف يترك هذا الهدف وصار قضية ثانوية؟ لا، هذا من أهداف الشريعة الجمال، هذا الجمال الفردي. وفي جمال جماعي، جمال جماعي وهو إظهار المسلمين بمظهر القوة وليس مظهر الضعف. رحم الله امرئا أظهر لهم من نفسه قوة، مجتمع قوي ومجتمع طاهر ومجتمع نظيف، مجتمع ما فيه قيل وقال وفساد وفحش، مجتمع نظيف. وذلك شوفوا تأملوا في سورة النور، سورة النور هذه سورة عجيبة جدا عجيبة، ليش؟ في وسطها الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الله نور السماوات والأرض. طب السورة كلها، كل السورة ماذا تهدف إليه؟ تهدف إلى نشر النور، النور الفردي في طهارة القلب وطهارة الأخلاق، والنور الجماعي في أحكام الاستئذان وأحكام الإفك والقذف المؤمنات. هو تأملوا السورة كلها تريد نور روحاني ونور اجتماعي، نور جماعي. فهذه من الأشياء الجميلة التي في القرآن. هذه باختصار هي مقاصد الشريعة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نذهب إلى أهداف الإسلام الأخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.